آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة ابن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ألا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان عبده المصطفى سيد الأكوان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبارك عليه وعلى آله في كل حال وفي كل شان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان، وآلهم وصحبهم أجمعين وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكان آخر ما تقدم معنا من حديث الإمام مالك في موطئه عليه رضوان الله تبارك وتعالى الحديث المتعلقة بالتكبير وتكبيرة الافتتاح والتكبيرات في الانتقالات. ومضى معنا أن الواجب والفرض هو في تكبيرة الإحرام، وبه قال الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، وأنه إنما تفتتح الصلاة بالتكبير لا يجزئ غيرها. وإلا ما شذ من أقوال بعض أهل العلم بعدم اشتراط التكبير في أول الصلاة. تقدم معنا قول الإمام مالك أن الإمام إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة، وصلاة من صلى خلفه كذلك باطلة. وعنده قول في المأموم أنه إن لم يكبر فكفته تكبيرة الإمام. وبعد ذلك عرفنا وقت التكبير، وقت التكبير بالنسبة لتكبيرة الإحرام هو عند الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى والإمام أبي حنيفة، فأنه عندما عند الإمام إذن مالك أنه عند الإمام مالك كذلك، أنه بعد أن يفرغ المقيم من الإقامة ثم يشرع في التكبير. بل وجاء تعديل الصفوف، أن سيدنا عمر قد يمر على الصفوف، كل ذلك بعد أن يقيم الإمام يقيم المقيم للصلاة. وجاء عن الإمام أبي حنيفة أنه في آخر الإقامة يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فمن مثل عند قوله قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة فيكبر تكبيرة الإحرام. أما الماموم فكذلك هو عند الإمام الشافعي عند الإمام مالك وغيرهما، أنه بعد أن يفرغ الإمام من تكبيرته يبدأ المأموم في التكبير، ينبغي أن يعجل بها. ورأى الإمام أبو حنيفة أنه يكبر أثناء تكبير الإمام،
يكبر أثناء تكبير الإمام حتى يقارن أقل شيء أول تكبير آخر تكبير الإمام، ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. وجعل قوله إذا كبر فكبروا أن تكبيره مع تكبيره. وعلى حج قولي فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني مع الإمام عندما يقول آمين تقول معه آمين. ولكن يأتي فيه وإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا بعد ذلك، فلا تأتي المقارنة هناك. ومن أهل العلم من قال إن فرغ من تكبيره قبل فراغ الإمام من التكبير فلا يجزئه، منهم من قال ما دام دخل بعد شروع الإمام في التكبير أجزأه هذا التكبير. والذي ينبغي أن يحرص على ثواب تكبيرة الإحرام مع الإمام فهي صفوة الصلاة، لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام. قال الشافعية أنه يدركها إذا باشر النية بعد تكبير الإمام والإحرام وراءه، فإن اشتغل بشيء آخر فاتته تكبيرة الإحرام. قيل أنه إذا أدرك الفاتحة مع الإمام فقد أدرك فضيلة تكبيرة الإحرام، وقيل إذا أدرك الركعة الأولى فقد أدرك ثواب تكبيرة الإحرام. فينبغي أن يعظم شأن تكبيرة الإحرام مع الإمام، وأن يبادئ الماموم عند تكبير الإمام بالنية والإحرام خلفه، ولا يجوز عند شفعٍ يبتدئ بشيء منها حتى يكمل الإمام تكبيره. فإذا نطق بالراء من أكبر ابتدأ الماموم وقال الله أكبر ناويا الصلاة. الله لا إله إلا الله. ويذكر في هذا الباب القراءة في المغرب والعشاء. ويذكر عن جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الطور بالطور في المغرب. فهذا مما ورد وأصل الحديث، وكذلك ورد الحديث في صحيح البخاري ومسلم سماعه لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور في المغرب، مع أن الغالب المنقول من قراءته في المغرب أنه يقرأ من قصار المفصل، ولكن هذا هو الغالب. وقد يقرأ غير ذلك حتى في آخر صلاة خرج إليها في أيام مرض موته صلى الله عليه وسلم صلى المغرب وقرأ بالمرسلات، ثم لم يتمكن بعدها من الخروج في صلاة العشاء، وأمرهم بوضع الماء فجاء يتوضأ فأغمي عليه ثم أفاق فسأل عن الناس وقالوا أنهم ينتظرونك، فأمر بصب الماء مرة أخرى في الإناء فجاء ليتوضأ فأغمي عليه ثم أفاق فسأل عن الناس وقالوا أنهم ينتظرونك، فأمر بوضع الماء فأغمي عليه الثالثة، فلما أفاق قال مروا أبا بكر فيصلي بالناس، وانتظر حتى تمكن من الوضوء والصلاة في بيته عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، فلم يخرج بعدها إلا الجمعة، ورجع يصلي بالناس الجمعة، وخرج مرة أيضا في أثناء النهار وخطب فيهم، كانت آخر خطبه عليه الصلاة والسلام. فبقي في خلال تلك الأيام لا يخرج إلى الصلوات الخمس إلا الجمعة، ثم كان يوم وفاته فأحس بنشاط فمشى وهم يصلي بهم أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، حتى خرج من باب حجرته إلى الممر بينه وبين المسجد، فوقف على باب المسجد ورفع الستارة التي على الباب فأشرق نور وجهه
فالتفت الصحابة كلهم حتى أبو بكر الذي كان لا يلتفت بالصلاة من إحساس بمجيء النبي، وذهب ليرجع فأشار إليه أن مكانك وتبسم في وجوههم فكان وداعه لهم صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أصبحوا بينهم البين ينبه بعضهم بعض أن رسول الله ما شاء وحده من دون ما يمسك أحد بيده، وأنه أصبح نشيطا وأنه تمثل للشفاء والعافية. فكثير منهم انطلقوا ذاك اليوم إلى أعمالهم بعد أن كانت لهم أيام يلازمون المسجد لا ينصرفون إلى أعمالهم، بعد انصرافهم إلى أعمالهم حتى خرج سيدنا أبو بكر الجرف يعمله انصرف من انصرف، فجاء جبريل يستأذن لسيدنا عزرائيل، وكان وفاة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، وسمعته السيدة عائشة رافعا يديه رجده ذراعه، ثم يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه قراءته في صلاة المغرب بسورة الطور، وقراءته في صلاة المغرب بسورة المرسلات، والغالب مما نقيل عنه في المغرب أنه يقرأ من قصار المفصل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أورد لنا حديث أم الفضل بنت الحارث وهو يقرأ المرسلات عرفا، فقال يا بني لقد ذكرتني لما رأت ولدها يقرأ المرسلات، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، والمرسلات عرفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء بحديث أبي عبد الله الصنابحي قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأولين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل كما هو أكثر المنقول عن سيدنا المرسل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية، وهو ليست جهرية الركعة الثالثة، ولكنه قرأ منه يتسمع قراءته، فسمعه قرأ الفاتحة وقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وجاء في بعض الروايات فما علمت أن يريد قراءة السورة أم أنه دعاء دعا به بعد انتهائه من الفاتحة، وعليه عمل الإمام الحداد بأنه في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ شيء من الآيات تغلب أدعية غالبا من آيات الدعاء يقرأها بعد أن ينتهي من الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، من هذه الآية قد سمعت منه يقرأها بعد الفاتحة في الركعة الثالثة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن الأئمة من قال يقرأ سورة في الثالثة وفي الرابعة كما يقرأها في الأولى والثانية، ولكنها في الأولى والثانية آكد محل اتفاق بينهم في سنية قراءة شيء غير الفاتحة، وقراءة سورة وإن كانت قصيرة أفضل من قراءة بعض سورة ولو كان طويلا، وهو أكثر المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه إنما يقرأ سورة أو يقسم سورة بين الركعتين، ولم يشتهر عنه قراءة بعض سورة في شيء من ركعاته صلى الله عليه وسلم. وأورد حديث ابن عمر قال كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعتين بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. ومن المعلوم حرص سيدنا بن عمر على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومشابهته والاقتداء به. لا إله إلا الله. وفيه الجمع بين السورتين والأكثر في الركعة الواحدة. وعلى هذا
قال عندنا علماؤنا أنه ينبغي أن تكون القراءة في الصبح والظهر من طوال المفصل، وفي صلاة العصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، أي أن يكون ذلك غالبا، ولا شيء أن يكون غير ذلك. فما قرئ من القرآن في الصلاة فله بكل حرف 100 حسنة، كما جاء في الحديث عن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه. للقاري في الصلاة من قيام بكل حرف 100 حسنة، أو من جلوس إذا كان في نفل يجوز أن يجلس فيه فله بكل حرف 50 حسنة، أو قرأ القرآن خارج الصلاة على وضوء فله بكل حرف 25 حسنة، وجعل أن الحرف 10 حسنات لمن يقرأ خارج الصلاة على غير طهارة، له بكل حرف 10 حسنات. وفي الحديث قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فرزقنا الله تعظيم الصلاة وقبولها لديه، ويترتب عليها أمر عظيم لأنها عماد الدين، فإذا تمت وصلحت فقد صلح دين الإنسان كله، وهو أول هي أول ما يحاسب عليه في القبر ويوم القيامة. وأورد لنا حديث عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون، وهذا على القول المشهور أنه من قصار المفصل، وقيل هي من طوال المفصل، فالقول الأشهر المعتمد أن المفصل من سورة الحجرات إلى آخر القرآن، وقيل قبل ذلك، وقيل أن المفصل من قبل ذلك، وقيل من الطور، وقيل غير ذلك في بداية المفصل، وأن طواله إلى سورة عمة، وأن أوساطه من سورة النبأ سورة عمة إلى سورة الضحى، وأن قصاره من الضحى إلى سورة الناس، وقيل أوساطه إلى سورة البينة، وأن من سورة الزلزلة قصار المفصل فما بعد إلى سورة الناس. فقراءته صلى الله عليه وسلم في العشاء بالتين والزيتون، وجاء أن ذلك كان وهو في سفر صلى الله عليه وسلم في سفره، وهذا في الركعة الأولى بالتين والزيتون، فماذا قرأ في الركعة الثانية؟ قرأ فيها كما جاء في رواية بالقدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. وفي الرواية أيضا أنه يقول براء بن عازب فما سمعت صوتا أحسن منه، وقد سمعه يقرأ وهو في السفر في صلاة العشاء في بالتين والزيتون، وإن أنزلناه في ليلة القدر. وكثيرا ما يقرأ في صبح السفر في صلاة الصبح في السفر بالكافرون والإخلاص، ولذا قال الشافعي أنها سنة في صبح المسافر، وإذا كان في أثناء السفر فصلى الصبح فيقرأ بالكافرون والإخلاص. وجاء قراءة صلى الله عليه وسلم في بعض الفرائض بالمعوذتين، وكما يروى عنه في قراءة سورة الكافرون والإخلاص في مغرب ليلة الجمعة، والمعوذتين في مغرب ليلة السبت، يعني مساء الجمعة ليلة السبت. والذي نقل عنه المواظبة عليه قراءة سورة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان في صلاة صبح الجمعة، كما أنه الغالب في صلاة العيد أن يقرأ بقاف واقتربت، وقد يقرأ فيهما بسورة الجمعة والمنافقون في يوم الجمعة في صلاة الجمعة، وقد يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية صلوات ربي وسلامه عليه. وكان ضبطوا قراءته لبعض السور في السرية، وذلك بما قالوا أنه يسمعون السورة أحيانا، أي يسمعون من بعض الآيات التي ينطق بها فيعرفون أنه قرأ سورة كذا،
في صلاة الظهر، قال وكانت أطول صلاة له في الفرائض الخمس صلاة الظهر ثم صلاة الصبح. وذكروا في طول صلاته في صلاة الظهر أنه يكبر فيخرج الخارج إلى البقيع فيتوضأ ويأتي فيدرك معه الركوع الأول، يدرك معه الركوع الأول في صلاة الظهر صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المنقول في الغالب، رزقنا الله حسن متابعته، وهو قال صلوا كما رأيتموني وصلي صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن الاختلاف في أقل ما يجزي، فالجمهور على أنه فتحة الكتاب، وقال الحنفية يجزئ قراءة ثلاثة آيات من القرآن من الفاتحة أو من غيرها، وحملوا عليه فقرأوا ما تيسر منه، وقالوا إن الأمر الوجوب ولا يكون الوجوب القراءة إلا في الصلاة، فيجزي ما تيسر منه ثلاثة آيات فأكثر يقرأ بها في أي ركعة فيكفي. والجمهور قالوا لا، لابد من قراءة الفاتحة، وما عدا ذلك فالأمر فيه واسع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي واجبة في كل ركعة. ومن أهل العلم من جعلها في الركعتين الأوليين، ومهما قرأ من غير الفاتحة ولو قراءة كثيرة طويلة لا تجزي حتى يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وهكذا قال الإمام أحمد كقول الإمام الشافعي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وأشرنا إلى ما مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أيضا قول الأوزاعي، يقرأ أي شيء من القرآن، وأخذوا أيضا بحديث ثم اقرأ ما معك من القرآن، حديث المسيء صلاته، جاء في رواية ثم اقرأ بما معك من القرآن، وحمله غيرهم على تقييد بالرواية الأخرى ثم اقرأ بأم الكتاب الفاتحة. يكتبنا الله إياكم في ديوان مقيمي الصلاة الحاضرة قلوبهم فيها مع الله والمقبلين فيها بالكلية على الله، يدخلنا في دائرة المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم لزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأمانتهم معاجم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، خير المحافظة مع عطايا كبيرة ومنن وفيرة وسير في خير سيرة. وقبلنا وياكم جميع أهل الزيارة، وهب لكل منا ومنكم ومنهم من مواهبه الواسعة ومننه المتتابعة ما هو أهله في الدنيا والآخرة، وشمل بذلك أهاليهم ومن في ديارهم وقرباتهم وطلابهم وأحبابهم وأصحابهم، وأعد عوائد الفضل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات، وكتب لهم جمع الشمل والتوفيق لما يحبه ويرضاه منهم في النية والقول والفعل، وجعل تبعيتهم لحبيب خاتم الرسل، وخلصهم من تبعية الكفار والفساق وأعداء الدين، وأصلح شؤوننا وشؤون أهل لا إله إلا الله أجمعين بما أصلح به شؤون الصالحين، وختم لنا ولكم بياكم الحسنى، وراضوا عنا في خير لطف وعافية حضرة النبي اللهم صل وسلم.